ودلوقتي بقى معانا دكتور وليد هندي، استشاري صحة نفسية. ألو، ازيك يا دكتور؟ يا حنان، اهلا بيكي. أهلا بحضرتك، منورنا في برنامج ليها حل. انت دايما منورة، ودايما بقول لو كل مشكلة ليها حل فعند حنان تركي ليها ألف حل وحل. ميرسي جدا لذوقك، وشكرا جدا لكلامك اللطيف. الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة عن الاستحقاق، وإن الناس ما بتقولش مشاعرها بوضوح للطرف التاني. فكرة يا دكتور نظرية الاستحقاق، وإن البني آدم بيحس إن هو يستحق ده، سواء بالسلب أو بالإيجاب، إيه دوافع البني آدم إنه دايما بيقول أنا أستحق الأفضل؟ يعني دائما وابدا كل واحد فينا بيبقى عنده سيلف كونسبت او مفهوم نحو ذاته. طول ما انت شايفه نفسك صح، طول ما انت بتقدري تقيمي من اللي قدام منك دوت بيديكي قدرك ولا مش بيديكي قدرك، ده نمره واحد. نمره اثنين، طول ما انت عندك شعور بالكفاءه النفسيه انك حاسه ان انت المفروض تكوني في مكانه احسن، كل ما انت بتبقي شايفه تستحق اللي انت فيه ولا لا. يعني تمام. هل انت الوضع اللي انت فيه، المنصب اللي انت فيه، الدرجه العلميه، راس المال بتاعك سواء راس مال اجتماعي متعلق بالناس والدفء العاطفي والسوشيال سبورت اللي حوالين منك، ولا راس المال النقدي الفلوس اللي موجوده في البنك. يعني كل واحد فينا بيجي عليه وقت لازم يقيم نفسه ويقيم مكتسباته في الحياه، هل هو يستحق اللي واخده ولا المفروض يبقى عنده اكتر. انما بتفرق فين بقى؟ بتفرق ان في واحد في نظريه الاستحقاق يقول والله انا استحق افضل من ده، فيروح جاي عامل ايه بقى؟ يشتغل صح، على نفسه، يطور مظبوط، من امكانياته، يعدل من الياته، يستخدم وسائل جديده، يحط اهداف مستحدثه وهكذا، ما يبذل يحطش مجهود ويسعى لتحقيق الحاجة اللي هو محتاجها. بالظبط كده هو. يعني دايما بقول انت المفروض تشتغل على نفسك، لان في مشكله عند الناس، البعض بيعمل ايه؟ لما يلاقي نفسه ما يستحقش ده يبتدي ينال من اللي واخدين ده بالحقد بالظبط والغل بالظبط، والحسد والنميمه، ويبقى في القلب غصه دايما، هو ذات نفسه مش بيعيش في صحه نفسيه كويسه. انت مظبوط. الافضل تشتغل على نفسك. يعني انا دايما بقول ايه؟ انا يهمني وليد هندي بتاع النهارده يبقى احسن من وليد هندي بتاع امبارح، مش احسن من حد تاني. يعني التاني ده اللي جنبي انا مش شايفه. ذاكر في ورقتك علشان دايما تاخد اللي تستحقه. طيب يا دكتور، في ناس بتحس انها تستحق مثلا على العلاقات الاسريه، والله انا استحق ان زوجتي تغفر لي عشان انا ليا حلو كتير. شايف ان هو يستحق حاجه بس هي ممكن تكون مش من حقه. ما خلينا نتفق ان بعض الناس اللي عندها تشوهات نفسيه بتلجا لحاجه اسمها ميكانيزمات دفاعيه. يعني ايه؟ دايما في ناس كان فيها مثلا حاطه نفسها دايما في موضع الاضطراب، يعني مظبوط، دايما المفروض هي تستحق الافضل، دايما هي اللي بينال من حقها. طيب لما كل واحد يجي يتكلم معايا انا وابص ليه هو الضحيه، امال مين اللي جاني؟ بالظبط يعني بالظبط، مظبوط. انا بشوف دايما على صفحات السوشيال ميديا كل الناس عمال طيبين، كل الناس طيبين. بالظبط، رايح يشكي وراجع يبكي. الله، طب مين اللي شكى؟ لما كل الناس خيره، مين المؤذي؟ ايوه بالظبط كده هوت. يعني فبيفكروني دايما ببعض اولياء الامور، يعني معظمهم يجي يقول لاولادهم ان هو كان الاول في السباحه والاول في المدرسه والاول على الفصل، وما كان مين الثاني؟ يعني نفسي افهم مين كان بيطلع بملاحق وهكذا. فنفس القصه، طيب ما ينفعش طول الوقت نبقى شايفين نفسينا ان احنا مسلوب حقنا ومتاخد من مكتسباتنا اطلاقا. لازم يبقى في نظره عادله في التعامل الانساني مع كل اللي حوالين مننا. مظبوط. طب انا دلوقتي عايز اقول لك، والله لو في حد محاط بناس مؤذيه، علاقات مؤذيه، ازاي يحس باستحقاقه لنفسه؟ ويعني مثلا في اشخاص عايشين مع الاشخاص النرجسيين، مثلا عايشين مع اشخاص مؤذيين، ازاي يبقى عنده استحقاق ذاتي عالي؟ يعمل ايه؟ يعني انا دايما بقول لما الاقي نفسي بتعامل مع حد درقول الوجدان، مصاص دماء عاطفي، العلاقه اللي بيني وبينه بقت علاقه منهكه ومستنفذه للطاقه، وبقت علاقه صراع وهدم ومناحره وتصادم وطاقه سلبيه، ومساحه الاختلاف فيها بقت اكبر من مساحه الاتفاق، ما بقتش مبنيه على الحب وعلى الهدوء وعلى المواءمه، فقدت هويتها اللي احنا شكلناها بايدينا، العلاقه دي ما بقاش فيها احترام ولا مشاركه ولا شعور بالامن ولا بالسلامه النفسيه.
وزي ما حضرتك قلتي بقى تتعظم فيها النرجسيه والاناماليه وحب الذات وياخد وما يديش وبقى كذب وغش وخديعه وايذاء وخيانه وعدم طاعه وتكبر وتجبر وحرمان عاطفي. لا بقى انا لازم اقف مع نفسي، يعني انا لازم يعني اغني له اقول له اعطيني حريتي اصل بيدي انني اعطيت وما استبقيت شيئا. يعني انت جميل قوي يا دكتور والله، والله جميل جدا وكلامك جميل جدا. ربنا يخليك، ده الواقع.